اليوم الحمد لله رجاء اكادير استطعت انها تدخل لقب كاس العرش للجهات سوس ومدينه اكادير، فالحمد لله هذا لقب الثاني على التوالي. الحمد لله هذا اللقب ما جاش صدفه، الا انه جهود ديال المكتب المسير اللي سطر هذه نقدر نقول لك 10 سنوات، بدا كيعطي الثمار ديالو من سنه 2018. الحمد لله استطعنا اننا ندخلوا الخزينه ديال الفريق 5 ديال 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 التتويجات، بما فيهم جوج كؤوس ديال الشامبيون وثلاثه ديال كاس العرش. الحمد لله هاد السنه كنا غندخلوا للازدواجيه، ولكن بعد نقدر نقول لك جزئيات صغيره خلاتنا اننا ما نتوفقوش في الشامبيون. فالحمد لله اللي نقدر انني نقول هو انه رجاء اكادير جايه بقوه في المواسم المقبله ان شاء الله. برنامج سترو المكتب المسير اللي على راسه الحاج الساجي والناس اللي معاه، فالحمد لله ما غيكون غير الالقاب في السنوات المقبله، مقبلين على بطوله افريقيه في هذه الاشهر القادمه ان شاء الله في تونس. ان شاء الله نتمنى اننا نكونوا محظوظين اننا نكونوا في البوديوم. اللي نبغي انني نهن المجلس البلدي والجهات سوس على التتويج اللي حظت به مدينه اكادير، وكنتمنى التوفيق للاعبين ديالي، وكان نوه بهم في هذا المنبر، وكنشكركم على التتبع ديالكم وفرصه سعيده. احنا جيت سعداء اليوم اننا كنستقبلوا ابطال ديال نادي الرايا البلدي رجاء اكادير فرع كره اليد، اللي حققوا بالامس انجاز كبير لمدينه اكادير بالفوز ديالهم بكاس العرش للمره الثالثه. فهذا انجاز اللي كنفتخروا به كاعضاء ديال مجلس الجماعي الاكادير وكذلك كساكنه ديال مدينه اكادير. هذه سنوات والفريق كيحقق انجازات كبيره على الصعيد الوطني وكيمثل المدينه احسن تمثيل، فنتمناو انهم ان شاء الله يطور المستوى ديالهم، وحنايا في مواكبه دائمه لهذا النادي هذا باش ان شاء الله يمثلونا كذلك على الصعيد الدولي على الصعيد القاري والدولي كذلك، ويحققوا انجازات كبيره اللي غادي تعطي اشعاع كبير لمدينه اكادير. فهذا دخل في الديناميه ديال المجلس الجماعي الاكادير في القطاع ديال الرياضه، كنشتغلوا مع جميع المكونات وجميع النوادي والجمعيات الرياضيه اللي كتشتغل بجد واللي كتمكن ان تعطي اشعاع كبير لمدينه اكادير. فاحنا كنواكبوهم وكندعموهم لا ماديا لا معنويا باش ان شاء الله يحققوا النهضه الرياضيه اللي كنتمناو جميعا لمدينه اكادير، وان شاء الله مدينه اكادير تكون واحد المدينه ديال الرياضيين والمدينه ديال الرياضه الامتياز في المستقبل ان شاء الله. كنشكر المكتب المسير، كنشكر المدرب، كنشكر الفريق كامل على هذا الانجاز هذا اللي حققناه بصعوبه، انجاز ما كان سهل، طموح الفوز بعديد من الالقاب من القدام، البطوله كاس العرش، اما حنا مسيطرين على البطوله ثلاث سنين هذه متابعه وحنا كندوي كاس العرش. كنشكر جميع اللعابه اللي تقاتلوا على هذا الشيء، شكرا.